تسريبات، وبالدليل. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ما اعرفش. لازم تكون عارف ان الخبر اللي هقوله لك في الفيديو ده مفاجأة، انا بعتبره هدية ال100,000 للمتابعين. بس قبل ما اتكلم على اي مفاجآت، جهز النسكافيه بتاعك واشرب لك بق كده، علشان انا همزجك. صدقني اللي جاي شغل فاخر من الاخر. الموضوع ده انا عارفه تقريبا بقالي شهرين من يحيى في البث المباشر، وسألني وقال لي ازاي القناة دي عليها تشكرات. انا بصراحة بلف وادور علشان اعرف اجيب لك مصدر للخبر واعرف الدنيا ماشية ازاي، ايه اللي بيحصل، وجبت المصدر علشان اوضحه لك. الف مبروك لجميع القنوات الغير مفعلة ربح. انت تستطيع تحقيق الربح بدون الحصول على 1,000 مشترك و4,000 ساعة مشاهدة. أيوة الكلام اللي بقوله لك ده كلام حقيقي وواقعي، وأنا جايب لك الدليل. قبل ما أقول لك الدليل، عايز أقول لك أنا بكون عارف إيه اللي هيحصل في اليوتيوب وإيه اللي ممكن يحصل الشهر اللي جاي، بس ما بعرفش أقول، مش علشان خايف من حد، لأ، علشان ممكن التحديث ده يرجعوا فيه، يعني شكل اليوتيوب هيتغير تاني، بس معرفش هل اكيد ولا لا. زي مثلا هينزل رقم التعريفي على الصفحة الرئيسية، هل هينزل ولا لا؟ هل هيضيفوه في قسم لمحة ولا لا؟ فانا ما اقدرش اقولك غير لما اتأكد بنسبة 100%، واكون جايب لحضرتك دلائل وبراهين واشكال وسكرينات وتسريبات. تعالى بقى علشان مرتضى منصور اليوتيوب وصلك. تعالى بص بقى معايا، لو جينا بصينا على القناة دي، فدي قناة أجنبية. قال لي إيه بقى الأستاذ ده؟ طبعًا بص، الكلام ده كام؟ نازل إمتى؟ نازل إمبارح. نازل إمبارح والله إمبارح. القناة دي منزل الكلام ده إمبارح. تعالى بقى وإقرأ معايا وافهم. بقول لك إيه؟ الأسابيع القادمة هي الأخبار الجيدة التانية. هذا العام 2023 هو الأفضل. تابع بقى معايا واسمع. كل شيء في رأيي حسنا، دعنا نذهب إلى هناك. لن تحتاج، اسمع دي، لن تحتاج إلى إيه؟ إلى 1,000 مشترك و4,000 ساعة مشاهدة لتحقيق الربح. اديني وأنا ضيع، افرح وأنا معاك، ما أنا جاي عشان أفرحك. صدقني الكلام ده هيبقى متعة. ليه؟ لأن حضرتك هيكون ليك مصدر لتحقيق الربح غير اليوتيوب، واليوتيوب هنا بيحاول إنه يحول مصادر الربح من اليوتيوب من الاعلانات الى مصادر اخرى زي افهم. ده كله كده، هناك اساليب ان حضرتك تستخدمها عشان تبدا تنشطها على قناتك، علشان تبدا تحقق الربح مع عدد قليل من المشتركين. هل العدد ده هيكون كام؟ 500؟ ما اعرفش. هل هيكون 200؟ ما اعرفش. هل يكون 100؟ ما اعرفش الى هذه اللحظه، ما اعرفش. ولكن هو اقل من 1,000 مشترك هتقدر تحقق الربح. طب الربح ده ايه بقى؟ تعالى معايا. تحقيق الربح هيكون عبارة عن، ركز في اللي جاي لأن اللي جاي مهم جدا، لأن حضرتك هتيجي تقول لي يعني إيه ده؟ هقول لك وأوضح لك وأعمل لك فيديو تاني، لو ما فهمتش قول لي أعمل لك فيديو تاني. صدقني إن حضرتك هيكون عندك حاجة اسمها تمويل من المعجب عن طريق سوبر شات أو شكرا. أنا أهو دي السوبر شكرا، الدردشة الفائقة، الاتنين دول انا ما اعتقدش، هل هي سوبر شكرا ولا سوبر الملصقات العجيبه وسوبر سانكس، ما اعرفش بالظبط، ولكن انا اللي شفته قدام عيني واللي هجيب لك دلوقتي دليل عليه شكرا. ليه؟ تعالى معايا. لما نيجي نبص على القناه دي، وهي قناه عربيه، وندخل على الفيديو ده مثلا ونبص ايه اللي بيحصل ده؟ شكرا، تقديم الدعم من خلال شكرا. القناه 556 مشترك، 556 مشترك ومفعله تشكرات، فبالتالي الكلام اللي احنا شايفينه ده قدامنا هو كلام حقيقي بالفعل متواجد قدامي. والكلام ده انا عارفه من شهرين على البث المباشر من يحيى. كان بيكلمني وقال لي يا يوسف في القناه ديت اسمها كذا، ممكن تشوفها، بصيت عليها وقعدت ادور والف وادور علشان اجيب لك الخبر ده، والخبر ده لفيت على جميع القنوات الاجنبيه علشان اجيبه لك. وبالفعل ألف 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 مبروك لجميع القنوات، ألف مبروك. خبر مهم جدا، حلو قوي، هتقدر تحقق ربح. سامعك يا اللي بتقولي طب الناس ما بتدعمش منشئ المحتوى، مين قال لك الكلام ده؟ تعال على التعليقات وحط فلتر وحط سوبر شانكس أو شكرا. أدي توتي أهي، شكرا يا توتي، خالد باشا، دوكس أوس،
قصص رعب وغيره وغيره وغيره، موجود في دعم بشكل مستمر، وموجود في ناس بتقدم لك الحاجة اللي انت شايفها صح طالما انت بتقدم محتوى قيم. لكن حضرتك هتروح تجيب لي محتوى كوبي باست من جميع القنوات الاخرى وتقول لي ان ليه ما حققتش ربح؟ هقول لك علشان انت ما تستاهلش انك تحقق ربح اصلا. لازم تكون مميز وانت بتقدم محتواك، حتى لو كان محتواك ده انت اللي لسه هتبدأ فيه حالا النهارده ويكون جديد على اليوتيوب. مهما كان جديد يبقى انت مميز، طريقتك وطريقة تقديمك واسلوبك ومنهجك في تقديم المحتوى هو اللي بيفرق مع المشاهد ان هو يعمل لك سوبر ثانكس، تشكرات، اي حاجة. تشكرات ليكو، والخبر ده خبر صدقني لا يقدر بتمن، لا يقدر بمليون جنيه. ايه والله العظيم ده هدية ال100 ألف، محدش يطلب مني هدايا بقى، خلاص خلاص بجد ما تطلبش مني هدايا. ال100 ألف هانت اهي، ها كام مع ال100 ألف؟ كام مع ال100 ألف؟ 2000 و 2000 2040 2038 مش مشكلة، هانت دي الهدية خلاص. ما تقابلنيش بقى بعد تقول لي على 100 ألف أنا عايز هدية، أقول لك ما عنديش، أنا اديتك هدية قبل كده، شكرا.